طبعا مثل ما انتم شايفين الشريط العلني صار اقدر اتحكم بالشرايط اني ابدل موقع الشريحة 3 بـ1 او 1 بـ3 و2 اللي انا حابتها اقدر اسويه على حسب اللي يناسبني. اذا سويت شيء وبعدين حبيت اني اغير رايي ابدل ممكن اني ابدل ما رح اتعب واعيد من جديد رح يكون شيء مبسط وسهل اقدر اني اسويه وبنفس الوقت اقدر اسوي رمو حق الشريحة نضغط كليك يمين عليها مثل ما انتم شايفين عندي خيار ديليت اذا حابة يعني اني امسح امسح زين. طبعا احنا تكلمنا فوق نروح حق الشريط اللي فوق عندنا الاسهم اللي احنا شفناها عندنا السيف وعندنا الانسيرت وعندنا الكستمايز وعندنا البريزنت. طبعا احنا تكلمنا عن اللي بالنص الثنتين هذول الثنتين احنا تكلمنا عنهم الحين نروح عند السيف. طبعا كلكم عارفين السيف انه يتسيف تلقائي انا اذا حابة انه يتسيف تلقائي اقدر اني اسيفه تلقائي اذا حابة اسوي يعني مكان معين ما في مشكلة اسوي بمكان معين. طبعا عندي علامة البريزنت نضغط عليها اللي هي العرض عندي العرض نختار انه اوكي انه تكون حق الشاشة كاملة ينعرض. تشوفوا المؤشرين اللي عندي تحت بالنص اللي هما اليمين واليسار اقدر اضغط ما يراهني نشوف وهم اضغط الجهة الثانية على حسب اختيارنا وعلى حسب اللي انا حابته يكون اول شيء واذا حابة يعني يتحكم بال الجهات. طبعا نرد حق الصفحة اللي قبل شوي عادي مثل ما احنا عارفين اصعد شوي فوق نصقر شوية الاسهم لا السهم اللي تحت اوكي عندي احنا سوينا زوم اوت اني اصقرت كثر ما انا ابي عندي فوق اليمن البريزنت هذي الشير نضغط عليها هني اذا حابين اسوي شير حق الفيسبوك هني اذا حابين اسوي داونلود حق PDF اللي هو يكون على شكل طباعة أوراق أو إنه ينزل على أوراق هني عندي داون نضغط عليها الأخيرة ممكن شوية ياخد وقت نضغط مرة ثانية ممكن أسكر الصفحة أسوي تراجع أسوي تراجع برزي ليتو خيار بنت حبينا اوكي
نروح لآخر. طبعا هذا الشرح راح يكون عندي، والأحجام اللي أنا أبيها والعرض اللي أنا أبيه والترتيب اللي أنا أبيه. إذا خلصت ننقض على خروج اللي هي آخر واحدة. ننقض راح تطلع لنا بشكل نهائي. طبعا هذا هو طبعا لنا بشكل نهائي مثل ما انتم شايفين. شوي ياخذ وقت على ما نحمل معانا البرزنتيشن. طبعا تشوفون الخيارات اللي تحت، عندي العرض وعندي ايديت وعندي سيف وعندي شير، حتى عندي حذف اذا حاب اني احذفه ممكن احذفه بس ما راح احذفه. عندي الشير اذا حاب اني اشاركه مع احد او ارسله حق احد. طبعا هذا هو طلع عندي. عندي تحت الكلمة اللي بالانجلش اقدر اغيرها، ننزل شوية تحت نضغط على edit عشان اغير الكلمة، نضغط عليها. طبعا موضوعي عن الكويت، اكتب الكلمة اللي تناسب الدرس او كلمة تناسب الموضوع او تدل عن الفيديو اللي انا طرحته وعرضته شيء يناسبه. نرد حق الصفحة اللي قبل شوي. عندي كلمة هنا نضغط عليها ننزل شوية. عندنا هنا القلم مثل ما انتو شايفين، نقدر نكتب كويت بالعربي مثل ما انتو. لا هذا الانجليزي، نغير النقاط نكتب بالعربي وأسوي سيف. نفس الوقت أقدر أن أغير وأكتب مثلا للمرحلة معينة، مثلا الكويت للمرحلة المتوسطة للصف الثاني الابتدائي. مثلا نكتب هنا الكويت، نكتب المرحلة الابتدائية الصف الثاني، المرحلة الابتدائية الصف الثاني. نسوي سيف. طبعا مثل ما قلت هنا عندنا علامة الديليت لأني حابة أسوي ديليت، وهنا عندي شير إذا حابة أشارك مع أحد. طبعا مثل ما أنتم شايفين هنا راح يبين عندي العمل بأداء منو باي اللي سويتها، وعندي تاريخ والشهر والسنة، كل شيء راح ينكتب تحت. تنزل شوية تحت. إذا هني حابة إني أسوي سيف، وإذا هني حابة إني أشارك أو إني أدز حق شخص معين، نقدر نشغله ونشوف إن شاء الله. نكمل الشاشة. نجرب ونتأكد. نسوي زوم اوت كثر ما نحب. نرد. حجم العادي
actually احنا سوينا درس عن تقديمي عن الكويت بواسطة برنامج البريزي. مثل ما انتم شايفين برنامج سهل ومفيد، نقدر نستخدمه اكثر من مرة، ممكن ان نستخدمه ونوقف ونرد نكمل عليه، ممكن نسوي اي تعديل، ممكن نرسله نشاركه مع الاصدقاء، نرسله حق اي شخص. ومثل ما هني كتبت انا عندي كلمة الكويت، اذا حاب اني اغيرها عادي اغيرها، ما في اي مشكلة، سواء في اللغة العربية او اللغة الانجليزية، بس نضغط على القلم اللي انتو شايفينه هني ونغير مثل ما احنا حابين. واذا حابين نمسح نمسح، ونتحكم في عرض وحجم الفيديو، ونضيف عليه مقاطع فيديو، مقاطع صوتية، صور عديدة، شرايح، حركات، ألوان وأحجام. مثل ما انتم شايفين سوينا زوم اوت زوم ان، ما في اي مشكلة.